أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج العقرب الثلاث 5 أكتوبر تشرين الأول 2021. يبدو أنه يوم مليء بالتأملات بالنسبة لك اليوم، وقد ترغب في إجراء تحول من مكان السكن الحالي أو حتى من وظيفتك الحالية. لا تكن في حالة ركود، الأمر يستحق الدخول من أجل التغيير. قد تتلقى بعض المساعدة من قطعة اتصال غير متوقعة أو من شخص يتمنى لك التوفيق سرا. عاطفيا، أنت في حالة مزاجية إلى حد ما اليوم، ومن المحتمل أن تأخذ هذا على شريكك. أنت تدرك أنك غير منصف، ولكنك ما زلت تجد صعوبة في عدم إلقاء اللوم في مكان لا يستحق أي شيء من الضروري. أنت تتحكم في تقلبات مزاجك. إذا لم تستطع فعل ذلك، فحاول قضاء بعض الوقت بعيدا عن شريكك. خلاف ذلك ستكون علاقاتك في خطر. مهنيا، ستصيب عين السور اليوم. تم وضع عينك على الهدف الصحيح، وستكتشف كل ما كنت تهدف إليه. فقط كن صبورا إذا حدث أي تغيرات في موقع جلوسك، أو قد يطلب منك العمل على موقع جديد تماما. على عكس اعتقادك، فإن مساحة المكتب الجديدة هذه ستعزز ثقتك بنفسك وقدرتك على الأداء بشكل مستقل. صحيا، انتبه كثيرا لمراجعة نظامك الغذائي ودمج وجبات صحية فيه. اشرب الكثير من الماء للحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة. حاول معالجة علاقاتك الشخصية لاحقا، حيث يبدو انها تعيقك اكثر، بالاضافة الى امراض الجهاز الهضمي. أرح نفسك عقليا وتوقف عن التفكير في اشياء اخرى. توقعات برج العقرب للرجل. أنت نشط ومفكر وتلاحق أهدافك وتقنع من حولك بإرادتك وقراراتك، فدع استراتيجية للوصول إلى ما تريد، فالحظوظ مساعدة لتصل للسعادة، فأنت تقارن نفسك بمن حولك، وتعرف تماما أنك أفضل لأنك تحمل هدفا تسعى له، فلا تتردد في قراراتك، فأحلامك لا حدود لها، ولا شيء يقف ضدك، فبادر إلى العمل. توقعات برج العقرب للمرأة. تفتح لك اليوم أبواب الحظ، فاستغلي هذا النهار للقيام بأشياء جديدة. اليوم عليك الالتزام لأقصى مدى يا امرأة برج العقرب، بكل كلمة تقولينها وبكل فعل تؤدينه. في المنزل أو في العمل، خذي نفسا عميقا وتقدمي إلى الأمام، وتصرفي على طبيعتك، ولا تقلقي وكوني قائدة ولا تكوني رئيسة. توقعات العلامة الأولى مواليد 23 أكتوبر إلى 2 نوفمبر. سوف تحصل على السكينة والصفاء الذهني اللذان طالما بحثت عنهما. من خلال تلك القوة الداخلية، فإنك تنبع منك الثقة والنزاهة، وسوف يطلب منك أصدقائك المقربين أو زملائك في العمل المساعدة والعون. فلا تتأخر عن تقديم المساعدة قدر الإمكان دون الانشغال عن سعيك لتحقيق أهدافك. توقعات العلامة الثانية مواليد 3 نوفمبر إلى 12 نوفمبر. تجد سهولة في التعامل الإيجابي مع الأشخاص في الوقت الحالي، فالكل يبدو منجذبا إليك، كما أن الصلات التي قد يكون لها تأثير إيجابي على مستقبلك تظهر في كل مكان. تأكد من أنك تقدر هؤلاء الأشخاص حق تقديرهم، وذلك للفوائد التي تأتي من خلالهم، وكذلك لقيمتهم الشخصية. توقعات العلامة الثالثة مواليد 13 نوفمبر إلى 21 نوفمبر. بما أنك الآن تنضح بهالة خاصة من القوة والاستقرار، فإن الناس سوف يلجؤون إليك من أجل المساعدة والدعم. حاول استخدام طاقاتك في المساعدة الآخرين، حيث أنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى مساعدة. لكن حاول أن لا تغفل عن أهدافك، لأنك الآن تملك القوة اللازمة لتحقيقها.